مشاهدينا وصلنا معكم لفقرتنا الحوارية الأولى اللي بتهم كثير من الأمهات بشكل خاص. كثير من الأمهات بيقولوا ابني يراهق، كيف أتعامل معه؟ كيف أحفزه وأوجهه وأوجه طاقاته وتفكيره نحو أهدافه ومستقبله؟ إذا المراهقة، كيفية التعامل مع المراهق، الشاب المراهق أو الفتاة المراهقة، هذا موضوع حديثنا لليوم مع المرشدة النفسية علا طريبوش. يسعد صباحك. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا. صباح معنا بأوغاريت. أكيد مثل ما ذكرتي مها، موضوع بهم جميع الأمهات، أسباب المراهقة، سن المراهقة، أسباب علاجه. فلذلك رح نبدأ معك بداية واصطلاحا، ما هو سن المراهقة ومتى يبدأ؟ يبدأ سن المراهقة ما بين ال 11 سنة لل 21 سنة، أو ما بين ال 13 سنة لل 19 سنة. لكن هيدا بيختلف من شخص لآخر، من مراهق لتاني. فلهيك تم تحديده بداية بالنضج الجنسي أو البلوغ، وبتنتهي بالنضج الاجتماعي أو الوصول لمرحلة الرشد أو مرحلة الشباب. فإذا تعد المراهقة هي طبعا من المراحل العمرية الحرجة اللي بمر فيها أي إنسان، وفيها بتبدأ شخصية الفرد بالتكون وطبعا اجتماعيا بالنقطة الأولى، بعدين بيكون شخصيته هو. بدنا نحكي عن المراهقون بشكل عام، هم دائما بيميلوا لتقليد غيرهم. هذا التقليد ممكن يكون شيء خطر بالنسبة للأهل. كيف ممكن يتعامل الأهل مع المراهقين اللي بيحاولوا التقليد؟ دائما المراهق بهي المرحلة هو بيكون عم بيودع عالم الطفولة، عالم الاعتماد على الأهل، على أمه، على أبوه. بيحاول دائما يكون لحاله شخصية مستقلة. هلأ هاي الشخصية ممكن هو يدور على حدا، مثلا ممكن بتقليد يشوف حدا معين، يشوف مثله الأعلى مثلا بالحياة، بده يساوي مثله. لكن ممكن الأهل يشوفوا هيدا الشيء مانو صح، أو مانو مثل ما هن متعودين أو مثل ما هن تربيوا. لكن بس لما بده يحاول يتميز، ولما بده يدور على الاستقلال أو يبني مجتمعه الخاص، هون ما فينا نحن نقمع الطفل او نتعامل معه بنوع من العقاب مثلا، او نوع من الاجبار، انه انت لا خلص انا شايفه هذا الشيء مو مناسب فانت ما بصير تساوي. دائما بدنا نتقبل هيدا الشيء، بدنا نتقبل حتى لو كان الشيء ما انه مناسب او مو شايفينه صح. نعم. طب علا، مثل ما ذكرنا انه المراهقه هي مرحله حرجه في عند الاطفال في سن معين، ما هي المراهقه كاصطلاح، كتعريف، ما هي علامات المراهقه عند الطفل؟ تبدأ كما ذكرت بالبلوغ الجنسي، إنه بداية المراهقة، لأنه في دائما اختلاف ما بين، مثلا بنشوف أنه طفل بتبدأ مراهقته بال 11 سنة، طفل بال 10، طفل بال 13 سنة. فنحن لنجمع الكل دائما بنحكى بأنه هي عبارة عن النضج الجنسي بداية. فبتبدأ التغيرات الجسدية بتظهر عند الأنثى، بيصير شكلها أقرب إلى الإناث، بيقترب المراهق سواء كان الذكر أو الأنثى من شكل الجسد لدى الكبار. كمان بالنسبة للناحية النفسية كمان نفس الشيء، بيصير في عندهم تخبطات كثيرة. هي عبارة عن مرحلة انتقالية مليئة بالتخبطات والتغيرات، حتى في منهم بسموها مرحلة العواصف التي تعصف بالمراهق ريثما يصل إلى مرحلة الشباب، ليتم تكوين هذا الشخص بما يحمله من صفات شخصية أو نفسية. أكيد لازم يكون في فن للتعامل مع المراهق، يعني يكون موجود أسلوب الحوار من قبل الأهل. يمكن التغيرات اللي عم تحكي عنها جسمانية اللي بتطرق سواء للشاب أو للأنثى، يكون في نقاش بهذا الموضوع. هناك فن للتعامل مع المراهق، كيف نتعامل مع المراهق؟ المراهق يحتاج دائما إلى خلق جو من المناقشة، من الحوار، لأنه دائما في حال لم يتم التعامل معه بهذه الطريقة، سوف يجد الشخص المقابل له كأنه شخص يتحداه، يخترق هذا العالم الذي يحاول خلقه. وبالتالي يحتاج دائما إلى أن نساعده، إلى أن نصبر عليه، مثلا أن نسايره، نراعيه، نقبل مشاعره، نقبل أي تصرفات ممكن تظهر عنده. حتى ممكن نلاحظ في بعض المراهقين عندهم طريقة معينة مختلفة باللبس مثلا، أو حتى بتسريحة الشعر، أو حتى مثلا بالأغاني اللي بيسمعوها. كل هاي الشغلات نحن ما فينا نتعامل معها غير من حيث التقبل والحوار والمناقشة، لحتى نوصل لشيء ممكن يرتاحوا فيه الأهل، ويضل المراهق كمان هو محافظ على هاي الاستقلالية. تماما. طب علا، ذكرتي أنه سن المراهقة يبدأ عند مرحلة البلوغ والنضج عند الذكور والإناث. هل تختلف بداية هذه المرحلة ما بين الذكر والأنثى؟ وبالنسبة للتعامل، هل يختلف أيضا في هذه المرحلة مع الذكر أو مع الأنثى؟
من الناحية الجسدية والهرمونية يختلف ما بين الذكر والأنثى. للذكر هرموناته الخاصة وشكل جسمه يختلف عن شكل نعم، جسم وكمرحلة الأنثى، عمرية يختلف. ولكن من الناحية النفسية أو من حيث معاملة الأهل، لا يجب أن يكون هناك اختلاف ما بين الذكر والأنثى. حتى في بعض الحالات نلاحظ بأن الإناث لما بتشوف في اختلاف بينه وبين الذكور مثلا، فممكن تلجأ لأي سلوك تاني، حتى سلوك منحرف، لتثبت لنفسها وللحواليها أنه هي مثل غيرها. مثلا التدخين، بنشوف كثير من المراهقات انه بتدخن. ليش؟ لانه ما بيعاملوها مثل اخوها مثلا الذكر، فهي بتحاول تثبت لنفسها وللناس المحيطين فيها بانه هي ما بتختلف عنه بشيء، حتى لو كان هذا السلوك منحرف. الى اي درجه يجب على الاهل ان يتابعوا ويراقبوا اولادهم المراهقين؟ في اهميه لهذا الموضوع؟ لازم يكون في مراقبه ومتابعه شديده، او الى حد ما يكون في مراقبه؟ هلا هي بدها تكون نوع من المراقبه، لكن بما يحتوي على نوع من الصداقه قدر الامكان، انه الحق يحاول دائما الاهل، انا عندي ابني لازم يكون انا هو رفيق، ما اتعامل معه بهي الفوقيه ما بين انه الاب مثلا وطفلي. هو ما عاد طفل، ما عاد مثل الاول انه ساوي هيك ولا تساوي هيك. دائما راح بيكون في نوع من الصداقه، من التقرب ما بين الاهل وطفلهم بالبدايه، لحتى يعرفوا مثلا شو في براسه. هلا اي شيء ممكن يطلع من المراهق بهي المرحله ما راح يطلع عباره عن سلوك فجاه، راح بيكون في افكار عم بتدور براسه، في مثلا نماذج معينة هو شايفها وممكن عاجبته ممكن لا. لكن أنا لما بحاور ابني المراهق، لما بعرف شو في براسه، ممكن أنا صحح له هاي الأفكار ما قبل ما تتحول إلى سلوكيات وتصرفات. صحيح. علا، ذكرتي أنه ممكن الإناث والذكور كل واحد فيهم ممكن يعبر بهذا السن عن المراهقة باتجاه معين، لكن هل هناك مرحلة محددة لانتهاء هذه المرحلة، لانتهاء مرحلة المراهقة سواء عند الذكور أو الإناث؟ ممكن توصل لمرحلة 21 سنة مثلا، 22 سنة، بالنهاية للنضوج، لما يوصل المراهق لمرحلة النضوج، لما بتوصل شخصيته لأنها اكتملت من كل النواحي، صار يعرف ميوله، صارت واضحة تماما، أفكاره صارت واضحة تماما، تم انتقائه وخلص استبعاد الأفكار اللي مانا مثلا مانو مقتنع فيها، تم قبوله بشكل منيح للأفكار اللي هو براسه اللي اقتنع فيها بعد ما مرت مرحلة العواطف والتغيرات كلها، ووصل لمرحلة الرشد أو الشباب. نعم. هلا اذا بدنا نحكي عن المراهقه، لكل طفل بيراهق، او كل شاب بدنا نقول ما بقى طفل بيراهق بطريقته الخاصه في عالم بتبكي، وبتعد هيدا البكاء يمكن مهرب من المشاكل. خلينا نحكي عن هذا الموضوع، عن موضوع الكذب ايضا، اللي هو ايضا بيعتبروه نوع ايضا من التهرب من المشاكل، يمكن من المسؤوليات اللي بتكون عليهم او من اخطاء ارتكبوها. نحن كيف بدنا نتعامل مع هاي الحالتين، سواء البكاء او الكذب؟ هلا بالبكاء ممكن يكون رد فعل طبيعي لاي مراهق. المراهق بهي المرحله من العمر بيكون حساس كثير، مثلا لما بتطلع يمكن اللي بيدفعوا اصلا. هلا البكاء فينا نقول بانه هو عباره عن رده فعل طبيعيه ممكن تظهر عنده وعند غيره، لكن الكذب يمكن الاهل هن السبب الاكبر بانه يدفعوا المراهق او ابنه لانه يكذب. ما لما بتكون طريقه المعامله معه بتخليه اني انا ما احكي له مثلا لامي كل شيء عم بيصير معي، اني اكذب ليش؟ خوفا من انه هلا هي بدها تجي انت ليش عملت هيك، وبدها تقعد تأنيب ولوم، ليش سويت هيك؟ ليش عملت هيك؟ ليش ما سألتني؟ ليش ما كذا؟ هي اللهجة ما عادت مضبوطة نهائيا بمرحلة المراهقة. فهن يمكن بهي الطريقة من المعاملة هن اللي بيخلوا المراهق انه يلتجأ الى الكذب لحتى يحمي نفسه من هي الحوارات، او بالاحرى معنا حوارات شجارات. نعم. في حال اكتشفوا الاهل انه الشاب او المراهق عم يكذب، كيف فيهم يصححوا له المسار لحتى يرجع يكون صادق مع الاهل؟ بتغيير المعاملة جذريا، تغيير المعاملة تماما، بدهم يرجعوا من أول وجديد يبنوا ثقة داخل شخصية بالأحرى المراهق بهاي المرحلة، إنه هن لا فينهم، أنت إذا حكيت الشيء المضبوط أنه ما رح يصير شيء أنت مثلا يزعلك أو شيء يزعجك أو شيء يهدد شخصه أو أمنه من داخلي. يعني أنا لما بدي أرجي مثلا هو عم يكذب مرة واثنين وثلاثة، وأنا بدي أحاول أني أعدله هيدا السلوك، فمن أول وجديد أنا بدي أبني معه سلسلة علاقات جديدة، سلسلة قائمة على التقبل، قائمة على التقرب، على الأمان، حسسه بأنه أنت شخص ما لك سيء، أنت تصرفت تصرف سيء، لكن أنت ضمنيا شخص منيح. إذا تصرفت تصرف سيء هذا ما بيعني أنك شخص مو منيح. هي أهم شيء لازم يتم التركيز عليها.
نعم، علا مثل ما ذكرتنا أنه في مجموعة مشاكل ومخاطر تنتج عن مرحلة المراهقة، ومن المشاكل المعروفة هو محاولة هذا الطفل الانسلاخ عن مرحلة الطفولة والتمرد على الأبوين وعدم يعني سماع الكلمة يعني بهذه المرحلة. أين يكمن حل هذه المشكلة؟ هناك ما يعني لا يمكن القول بأن الطفل مشكلة. مشكلة الطفل إذا لم يكن يسمع كلام أهله ممكن ما يكون معنا مشكلة كبيرة، لكن بالمراهقة هناك ليست هي مرحلة. التمرد، أنا تماما بقصد التمرد، التمرد، نعم. التمرد لدى المراهق إنه أمر طبيعي، دائما إنه أمر طبيعي، لأنه لم يعد هذا الطفل الخاضع، إنه متمرد، انفعالي، غاضب، دائما بحاجة إلى من يستقبل هذه الانفعالات بطريقة هادئة، من يستوعب هذه الانفعالات، من يحتاج إلى من يحاور ويتحاور معه، يرى ما بداخله، يرى ماذا يجول في ذهنه من أفكار ليستطيع أن يسيطر عليها ولكن بطريقته وليس بالإجبار. طب بالنسبة للأطفال، ممكن تختلف المراهقة بين طفل لطفل حسب الظروف المحيطة فيه لهذا الطفل؟ طبعا حسب البيئة الاجتماعية، حسب البيئة الثقافية للأهل، ما بين اطلاعهم على كيفية التعامل مثلا مع المراهق، على كيفية الانفعالات والتغيرات التي تطرأ فيزيولوجيا والتي تؤثر أيضا نفسيا، كل هذه الأمور تساعد ممكن أيضا على تكون مراهقته انعكاس للواقع اللي تماما عاش فيه هذا الطفل. تماما نعم. حتى البيئة الاجتماعية كمان تلعب دور، ما بين البيئة مثلا في ناس عندهم تشدد أو تزمت معين، ما بين البيئة المتحررة بتختلف كثير كمان. صحيح، أكيد، بالإضافة لجو الأسر الإيجابي، إلى أي مدى بيأثر على شخصية المراهق وتكون شخصيته إيجابياً؟ لما بده يكون مثلا هلا بيأثر كثير، لما بدي اتصرف انا مع ابني مثلا المراهق، لما بيجي بنبهه على تصرف معين او بقعد انه انت ما بصير تتصرف هيك وما بصير تحكي هيك، وبعدين هو بيلاحظ مثلا اني انا عم بتصرف هيك، انا عم ساوي هيك، هيدا التناقض وعدم المطابقة ما بين الأقوال والأفعال، وخاصة للأهل ما هن أكثر ناس عايشين معه، بسبب له نوع من عدم الثقة فيهم، بسبب له نوع من المسافة، ببعد تماما عنهم وبيخلق عنده أي تصرفات ما منيحة. العلاقة بين الأبوين سواء كانت إيجابية أو سلبية، علاقة الأبوين مع بعضهم قد إيه بتأثر على شخصية هذا المراهق؟ طبعا هن بضل دائما المراهق، اذا كان الانسان ما بين اذا كان طفل ولا كان مراهق ولا كان راشد، دائما هن الاهل هن المصدر الاول لاي انفعالات ولا لاي نماذج ولا افكار هي دائما بتدور براسه، فلما بده يشوف هيدا الجو ما هو ما له متناسق وما له منسجم ضمن البيت، هيدا الشيء اولا رح بياثر على شخصيته، ثانيا رح ينفر من هيدا الجو، رح يطلع لبرا لناس ممكن ما لهم مناح لحتى يكون هو مطمن وعايش منيح، عايش مرتاح بينه وبين حاله بعيدا عن هاي النماذج أو عدم الانسجام بالبيت. صحيح، مثل ما بنعرف علا، في المراحل العمرية للطفل بالطفولة وبسن المراهقة وبالشباب دائما الطفل عنده مثل أعلى بالحياة. بالنسبة لأهمية المثل الأعلى في مرحلة سن المراهقة عند الطفل، ما هي أهمية هذا الجانب، المثل الأعلى في هذه الفترة؟ بما انه المراهق عم يدور على شيء مناسب، على شيء مستقل، على شيء متميز، نعم. فهو كتير طبيعي انه يشوف في ناس معينين هن مثله الاعلى بالحياه، ويحاول دائما انه هو يوصل لهدول الناس، انه مثلا ولو انه اذا ما وصل لهم على الاقل انه يتشبه فيهم. بهي الناحيه كمان بيظهر دور الاهل بانه مثلا يساعدوه على تحقيق نوع من الاستقلاليه، نوع نعم. معين من الاستقلاليه بنفس الوقت اللي هن فينهم يضمنوا فيه، انه مثلا اذا انت ساويت مثل فلان، انت ما فيك تكون مثلا مثل فلان يلي عم يطلع مثلا على التلفزيون او يلي بتشوفه بالشارع او اي حدا تاني ما بيشوفه اسلوب او مثال صح، انت لازم تكون مثله، فينهم يوصلوا له، فينهم يغيروا له كل شيء ممكن عم يفكر فيه. صحيح. من التحديات والمشاكل ممكن ايضا تواجه المراهق، اذا بدنا نرجع شوي على المشاكل، عندنا العصبيه وعندنا ايضا العناد. يعني هذا العصبيه والعناد يمكن لازم يكون في له طريقه خاصه للتعامل من قبل الاهل. في عندنا أهل أحيانا هن عصبيين والمراهق عصبي، كيف ممكن نتعامل مع هيدي الحالة؟
هلا بنرجع لدراية الأهل بهذا الموضوع، على اطلاعهم على هذا الموضوع، أو على التغيرات اللي بمر فيها طفلهم بهي المرحلة ما بعد ما يطلع من الطفولة. هن دائما لازم يبتعدوا تماما لما بيكون الطفل عنيد. أنا ما الطفل عنيد طيب، ما هو طلع من مرحلة الطفولة ووصل بمرحلة المراهقة. أنا ابني لما بيكون عنيد ما فيني اجي لسه زيد عنده بزيادة، مثلا هو بده يعمل شغلة معينة إنه لا ما فيك تعمل هيك، ما فيك تساوي هيك، يعني حتى لو مثلا اجى حكى انه ايه خلاص انا ما رح اساويها، لكن فينه من وراها فينه يساوي كل شيء بده اياه، وبالنهايه رح تخسر. يعني اذا هي كانت الام عنيده مثلا مع ابنها العنيد ما رح يصير شيء غير انه هيدا السلوك رح يتحول ما بين كان مرئي لإلك، رح بيصير من ورا ظهرك، فما فيك نهائيا انك تتصرفي معه بالعند او بالعصبيه. نعم. علا، يمكن انه نشبه الطفل المراهق او الشاب المراهق بالقنبله الموقوته، تمام. اي يمكن ان يكون لديه طاقه كبيره في داخله، كيف يمكن ان نوجه هذا المراهق لطاقته بما يخدم مستقبله؟ فينا مثلا نستثمر هاي الطاقة بالأندية الرياضية، مثلا بالنشاطات الرياضية، أولا بتساعده على تفريغ هاي الطاقة، تانية ممكن تحقق له ذاته، ممكن يكون عنده ميول معينة لهي الناحية. أولا بيتخلص من الطاقة وبيبتعد تماما عن أي انحرافات تانية ممكن تطلع هاي الطاقة فيها، فهو لما بيفرغها بالرياضة أولا بيضمن أنه هو مشيان بمسار مزبوط، تانيا ممكن يكون خطوة أولى ذات تحقيق ذاته، خاصة لما بيكون في عنده ميول نحو هاي الناحية. كمان اجتماعيا دائما المراهق مثله الأعلى أو بالأحرى المصدر الأكثر جاذبية بالنسبة له هو جماعة الرفاق، فدائما بنحاول نحن دائما أنه نخليه ينتمي مثلا لجماعات اجتماعية، لأندية، لنوادي معينة. يمكن نستوحي هذه الطاقة من مثله الأعلى للطفل المراهق، أنه مثلا ممكن يكون مثله الأعلى لاعب كرة قدم، ممكن نحن نوجه طاقته تماماً بهذا الاتجاه. تمام، نستثمر هاي النظرة المنيحة اللي عنده مثلا بأنه نحن نخليه ينتمي لنادي رياضي معين. أولا إذا بدنا نحكي عن الإيجو، الأنا والأنا الأعلى اللي بتكون موجودة عند المراهق، اللي هي دائما بتسيطر ممكن على غرائز النفس عنده، نحن كيف بدنا نتعامل مع هيدا المراهق اللي عنده الأنا الفوقية، الأنا الأعلى، كيف بدنا نتعامل معه؟ هلا لما بده يكون المراهق بهاي المرحلة هو بشكل عام هو عنده الأنا الأعلى بالنسبة له أهله، أو بالأحرى هي الفوقية، ليست الأنا الأعلى إنما الفوقية على أهله، على كل هذا المجتمع من حوله ليثبت ذاته. ممكن بنفس اتجاه تفريغ الطاقات عندما يصل إلى مرحلة يستطيع فيها أن يحقق ما هذا العلو الذي يحلم به، أو هذا الإنجاز الذي يحلم أن يصل إليه من خلال هذه توجيه هذه الطاقات. نعم. طب بالنسبة للوالدين ذكرنا أنه لازم يكونوا أصدقاء للطفل المراهق، إلى أي مدى يمكن أن يقوم الوالدين بهذا الدور أو بدور الصديق للطفل المراهق في هذه المرحلة الحرجة؟ يمكن بالبداية ممكن من أول مرحلة المراهقة، أنه دائما يكون في حديث بيناتهم، أنه مثلا يخصص، ما ضروري أنه ساعة كل يوم أنا بدي أقعد بهي الساعة مع ابني، لا ممكن يعني بشكل عام إذا كان بالنهار ولا كان بالليل أني أعرف دائما كل تصرفاته، أني أعرف كل نشاطاته، أني دائما أكون معه بأي شيء بيساوي ما بين الصح ما بين الغلط، مثلا ناقشه بالشيء الصح وأكد أنه أنت مثلا كتير منيح تصرفت هيك منيح بهي الناحية، ما كنت مزبوط مثلا، فهموا أنه أنت مانك شخص سيء بالعموم. وبهي الناحية فيني أنا لما بحاوره فيني شجع وفيني ركز، يعني لازم عنده شخصية ملازمة اهتمام. هيدا الطفل والاهتمام فيه تمام. بجميع مراحله، بجميع الأشياء اللي بيقوم فيها، يعني مثل ما عم تذكري، لكن مو بطريقة قصرية، بطريقة الحوار والعلاج والتفاهم يعني مع هذا الطفل. حتى هذه الطريقة كمان تفيد، مو بس أنه والله أنا بكسب طفلي، حتى هي بتزرع جواته نوع من الاحترام رأي الآخرين، احترام مشاعر الآخرين، احترام الاختلاف عند الآخرين. نعم. فإذا من المهم التعامل كأصدقاء مع الوالدين ومع المراهق. العقاب، متى نلجأ للعقاب؟ وإلى أي حد لازم يكون العقاب؟ أي تماما، هو العقاب لا ينصح فيه أبدا بمرحلة المراهقة. هناك ما يسمى بالحزم اللطيف
مع المراهق، دائما انا لما بدي اشوفه انه عم يغلط مثلا فيني حسسه باني انا ممكن اكون قاسي نوعا ما عليه، لكن من باب اني انا بحبه، ماني من نوع اني انت مجبر انك تساوي هيدا الشيء، انا لاني بحبك عم نبهك وعم انصحك انه مثلا فيك ما تساوي هيدا الشيء، فينك تساوي شيء بديل عنه، هو نفسه انت رح تكون بالحالتين رح تتصرف التصرف اللي انت بدك اياه، لكن هون ممكن تسيء لإلك، ممكن وضح له شو هي النواحي الخطأ بهيدا التصرف، بينما انت فينك تستبدله بتصرف تاني احسن إلك مثلا ولإلي انا، وبنرجع باكد له اني انا مثلا بحبك لكن من خلال الخبره مو بس بالحكي، يعني هو مثلا تجربه واثنين وثلاثه انا بحكي معه بقصه معينه بمرحله عم يمر فيها بمشكله بخبره بتعرف على حدا جديد، كل هدول خبرات بتتكرس جواته وبتاكد له انه انت بتحبني لهيك عم تحكي معي هيك، مو لانه انا لازم اني اساوي هيك لانك مثلا امي او لانك ابوي. نعم. علا حكينا كثير عن اساليب كثيره للحوار مع الطفل بهذه المرحله الحرجه عنده، لكن مرحله الحزم واللين، متى يجب ان نستخدم مرحله الحزم واللي هي العقاب مثل ما ذكرتي قبل شوي، ومتى يجب ان نستخدم مرحله اللين مع هذا الطفل بهذه المرحله؟ لا نستطيع ان نحدد، لا نستطيع ابدا ان نحدد ما بين متى نستخدم اللين ومتى نستخدم الحزم، الحزم ينصح بالتقليل دائما لانه رح يتمرد، ما رح يكون عنده اي تقبل لانك انت تفرضي عليه اي شيء، دائما نحاول ننصح باللين، دائما باللين والرفق في التعامل بالاغلبيه مع يعني اللين. نعم، مثل ما ذكرنا يمكن مرحله العقاب بينتج عنا تفاقم ومشاكل اكثر من مرحله الريم، لازم دائما يكون في تفاهم وحوار مع هذا الطفل بهي المرحلة. تمام. في بعض الأمهات بتعاني وبتشكي ابني لا يراهق في مرحلة معينة، بتشوف بمقارنة مع أصدقائه الموجودين بتحس أنه ابنه ما عم بيراهق، يمكن يوصل لمرحلة معينة يراهق مراهقة متأخرة، هل هيدا الشيء خطير أنه العمر المثالي للمراهقة ما عمانه موجود بيراهق بمراحل متأخرة، إلى أي حد يؤثر على شخصيته؟ هلا المراهقة ما مشكلتها إن ايمت بتبلش، ممكن هلا بتختلف من شخص لتاني، يعني ممكن نشوف مثلا مراهق ايه انا ابني ما راهق مثلا مقارنة مع ابناء جيله، لكن هذا ما بيعني انه هو في مشكلة، ما هن لهلا الدراسات يعني كل دراسة مثلا بتأكد انه والله ممكن تبدا المراهقة بهيدا العمر، لا ممكن تبدا بغيره، مو هون المشكلة، حتى لو تأخر هي بتتأخر لتظهر لكن كمان بتتأخر لتنتهي، فهي ما أنا مشكلة. نعم هي معنا مشكلة، لكن مثل ما ذكرتي أنه لابد أن يراهق الطفل، تمام. لكن في هذه المرحلة العمرية يمكن أن يكون عنده رفقات يعني هن بسن المراهقة وسن يعني كتير خطير مثل ما حكينا، كيف يمكن أنه نحصن الطفل بهذه المرحلة إذا ما راهق أو تأخرت مراهقته من هدول الأصدقاء اللي ممكن يأثروا عليه؟ وبنرجع بنأكد على دور الأهل، لما بده يشوف الطفل أو بالأحرى المراهق أو ابني بهيدا المرحلة، لما بده يشوف بيته مانو هو الجو اللي بيحلم فيه، مانو هيدا الجو المنسجم، مانو عم بيحس بهي الشخصية اللي هو بده إياها، مانو عم يتمتع بالاستقلالية والتميز والتفرد اللي هو دائما بيسعى ليوصل لهم ضمن بيته ضمن عائلته، فشي طبيعي إنه هو رح يطلع لبرا، هلا في حال كانوا هدول الرفقات إذا كانوا مناح ولا كانوا سيئين، فهني رح بيكونوا قدوته، رح بيكونوا هذا البيت الثاني اللي هو عم بيدور عليه، وهذا الشيء بيساعد اكثر على انحرافه وعلى تاثره اكثر بهدول الناس بغض النظر اذا كانوا مناح ولا كانوا سيئين. اذا بدنا نحكي عن اشكال المراهقه وهي بتختلف يمكن من جيل الى اخر، وكثير بنسمع كلمه نحن ما كنا نتصرف هيك من قبل الاهل، هذا الاختلاف هل هو خطير برايك، والى اي حد اختلفت المراهقه بين الجيل الماضي والجيل الطالع هلا؟ لكل زمن بنلاحظ بانه له مظاهر معينه، له سلوكيات وتصرفات معينه، يعني هلا بنشوف مثلا اللبس اللي بنلبسه هلا ما عاد هن نفسه اللي كانوا يلبسوه من قبل، حتى طريقه التصرف ما كانت هي نفسها، من اكبر الاخطاء ومن اكثر اللي بتعمل مشاكل ما بين الاهل وبين المراهق هي مقارنته بنفسهم، يعني هلا دائما الاهل بيتذكروا مثلا المشاكل اللي هن تعرضوا لها وما انحلت، لكن ما بيتذكروا المشاكل اللي تعرضوا لها وانحلت راحت، خلص انحلت راحت، فهنا بيحاولوا دائما يجنبوا ابنهم انه انت لا تعمل هيك مشان هن يتذكروا انه انا مريت بهي المشكله مثلا وما حلت عندي، لكن هي من اكبر الاخطاء انك تقارني بينك مثلا كخبره كأم وما بين ابنك المراهق. نعم. علا خلينا نرجع هيك لنقطة مهمة هي نقطة العقاب، كونه يمكن ينتج عنا مخاطر كبيرة، يعني كيف ممكن يكون أسلوب العقاب مع الطفل بهي المرحلة؟ في أساليب معينة ممكن هيك تحكي لنا إياها يعني ما تنتج عنا نتائج كتير كبيرة، لأنه لابد من العقاب في هذه المرحلة.
لابد من الحزم وليس العقاب، لابد من أن الحزم في ولو كانت في مواقف معينة بسيطة يمكن أن نستخدم بها هذا الحزم. ممكن مثلا أني أنا عودت ابني على نوع معين مثلا من المعاملة، أني أنا دائما بطلع باخذه معي، أني في شغلات معينة لما بطلبها لازم تكون موجودة عنده، أنه أنا عودته أنه خلص موجودة فيني، مثلا اسحب هيدا العطف والحنان بدرجة خفيفة ليس بدرجة كبيرة، ممكن اسحبه نوعا ما من المعاملة معه بحيث يحس أنه هو مثلا أخطأ في هذه الخبرة في هذا التصرف، وبالتالي هو حصد ما حصده من قلة مثلا الاهتمام، من قلة الحنان، من قلة ما كان يتمتع به ما قبل هذا التصرف الخاطئ. إذا بدنا نحكي، هل هناك فرق بين المراهقة والبلوغ؟ المراهقة لا تعني، من الأخطاء الشائعة دائما بأنه دائما نسمع الناس أنه المراهقة هي البلوغ، لا، هي ما أنها البلوغ أبدا، هي بتتضمن البلوغ، هي بتبدأ بالبلوغ لكن بتنتهي بمرحلة طويلة، يعني أكثر من يمكن 6 7 سنين، فهي مرحلة طويلة، ما فينا نحكي أبدا بأنها هي البلوغ، هو عبارة عن بدايتها، إذا هي بتتضمن البلوغ. نعم طبعا، في كثير مشكلات شخصية بيعاني منها المراهق، صراعات بينه وبين نفسه، صراعات داخلية، وكثير من المراهقين بيلجأوا للانطواء على نفسهم، يحبوا دائما يسكروا الباب على حالهم. بهي الحالة كيف الأهل لازم يتصرفوا معهم لحتى يرجعوا يتقربوا منهم؟ نحن كثير أكدنا على دور الأهل، دور الحوار، دور إنه يكونوا أصدقاء، ولكن في هيدي الحالات يمكن تعد حالة خطيرة وكثير الأهل بيتخوفوا منها. هلا بهي المرحلة دائما الإنسان بحاول يقارن ما بين ما كان شو في عنده أفكار من قبل وما بين هلا الأفكار الجديدة، لحتى يوصل مرحلة انتقاء معين لأفكار معينة، مثلا هي هو اللي بده إياها، هي الثانية ما أنا مقتنع فيها، لكن لما بيوصل لمرحلة الانطواء فبتصبح مشكلة. هون ممكن نحن نساعده بأنه مثلا أقرانه ممكن مثلا يجوا على البيت، نحاول دائما انه نعرضه لرؤية اقرانه، مثلا هن عم يطلعوا وعم بفوتوا، انه هن ما صاير عليهم شيء، يعني مثلا اذا انت بدك تساوي شيء معين خايف، فلهيك هو فضل انه ينطوي بالبيت مثلا مقابل انه ما يحكي هاي الفكرة اللي براسه، او انه ما يطلع مثلا مثل فلان ولا فلان عم يطلعوا وعم بفوتوا، يمكن عم بيسيئوا لهم اهلهم لما عم يرجعوا وعم يتعرضوا لخبرات هن ما بيحبوها. فلا، انا دائما بحاول جمل هاي الصورة اني ما اخليه دائما منطوي. علا، هلا قبل شوي حكينا عن سن المراهقه، الاديب سن المراهقه بالوقت الحالي اللي نحن فيه. بالنسبه للوقت الحالي، هلا صار في عنا حضاره كثير، صفحات انترنت والفيسبوك، صفحات التواصل الاجتماعي، كيف ممكن انه نحد من هيدي المخاطر اللي ممكن تنتج عن هالموضوع بالنسبه لسن المراهقه؟ يعني نوجهها بشكل جيد، يعني نوجه الطفل في هذا السن انه يستخدمها لمصلحته او تكون جيده، يعني لا تعطي نتائج سلبيه. هلا الانترنت صار اليوم ما عاد فينا مثلا نمنع الانسان من انه مثلا ما يستخدم الانترنت او هيك، او حتى ما يوصل لمواقع تواصل ممكن تضره او بتفيده، فينا نحن نقلل من هاي الخطوره من خلال ملء اوقاته، ما نترك عنده وقت فاضي كتير، انه مثلا ممكن هلا شيء طبيعي مثلا يستعمل الانترنت ساعه باليوم او مده معينه، مثلا الاهل بيشوفوها اذا كانت طويله او لا هن بيحددوا خطوره هيدا الشيء، فينا من خلال ملء اوقات فراغه ومن خلال دائما نشوف شو بيستهوي لنحاول نقلل قدر الامكان من استهواء الانترنت او جذبه له. طب علا، في كثير من الاهالي بشكل عام ممكن في هذا السن يعتبروا هذا الولد، يعني ممكن اي تصرف بينتج عنه او بينجم عنه يقولوا انه طفل او هو شاب، كيف ممكن نعطيه صفه لهذا الولد بهي المرحله العمريه؟ هلا بهي المرحله هو صار نص طفل ونص راشد، فدائما بيظهر عنده نوع من التناقض، يمكن تشوفي مثلا عن جد بيتصرف معين طفل، يالله عم يتصرف مثل الطفل، لكن موقف تاني عم يتصرف راشد، بموقف ممكن يكون متشائم بعد شوي بتشوفيه متفائل، شيء اجتماعي شيء ما اجتماعي، هو دائما بنطلق عليه المراهق لكن في مرحلة التقلبات، لكن ما بننسى بانه هو نص طفل ونص راشد. ممكن إذن يكون عنده تناقض طبعا مقبول. ممكن يكون عنده كثير تصرفات طفولية، يعني ممكن نقول بعده صغير، بعده طفل، اللي الاشياء اللي عم يتأثر فيها ممكن نتيجة مثل ما ذكرنا حدا معين، يعني عم يتقمصه او عم يقلده يعني بهذه تمام. المرحلة. تمام، أكدنا كثير على دور الأهل وكيف التعامل معه، بدنا نحكي شوي نتطرق على دور المدرسة بهيدي المرحلة، ودائما نحن بنشوف المراهقة بشكل عام هي بتكون يعني الشاب بيكون بالمدرسة. تمام، نحكي شوي عن دور المدرسة وأهمية التعامل مع المراهق بهيدي الفترة.
هلا بالمدرسة هي مو بس والله أساتذة مثلا ودروس وواجبات، إنه أنت لازم تكتب لازم تدرس ولازم توصل لمرحلة معينة تحقق في مستقبلك. ما ننسى جماعة الرفاق بالمدرسة، هن من أكثر المصادر اللي بتشكل إما خطورة عليه وإما دفع نحو الأمام نحو السلوك السوي في المستقبل. لما بيكون بالمدرسة لازم دائما يكون في تواصل ما بين إدارة المدرسة وما بين الأهل، دائما يكونوا على اطلاع على تصرفات ابنهم على سلوكياته. المدرسة مثلا كمان بهي المرحلة العمرية لازم يكون في مراقبة شديدة دائما على سلوكيات أبنائهم مثلا بهي المرحلة العمرية، دائما يطلعوا شو في عندهم مثلا سلوكيات معينة ملفتة للانتباه، ممكن يتواصلوا بينهم وبين الأهل لحتى يحلوا هاي المشكلة اللي ممكن تتفاقم وتكبر وتعدي حواليهم. صحيح، ويمكن هون بنأكد على دور المرشدة النفسية ضمن المدرسة تماما بالمدرسة وأهمية التواصل خاصة مع البنات، لأنه مثل ما ذكرنا بتكون فترة بلوغ بالنسبة للبنات، أيضا بيكون في عندهم نوع من الخجل. قد إيه مهم فعلا التواصل مع المرشدة النفسية ومع الطالبات والطلاب، وقد إيه مهم أن تعطيهم ثقة حتى يحكوا لك كل شيء، وبالمقابل هي تتواصل مع أهاليهم. هلا فينا تزيد الثقة ما بينهم، ما هي دور كتير كبير بالمدرسة. فينا مثلا للأسف نحن ما عندنا ساعة مخصصة، يمكن بمناهجنا ما عندنا ساعة مخصصة للإرشاد أو للتوجيه مثلا، بنشوف دائما إنه بحصص الفراغ يمكن يا بينزلوهم فرصة أو بينزلوا بيلعبوا، يا أما ممكن تدخل لعندهم نعم ما المرشدة في توجيه، ما في تفعيل نهائيا أساسي تخصيص يعني. تماما لحصة معينة مثلا لازم تكون مخصصة لهي الناحية، لكن فينا تستغل مثلا أوقات معينة إنها تدخل لعندهم إنه هي تحاول تعطيهم هيدا الثقة فيها، بأنه أنت إذا صار عندك مشكلة معينة فينك تلجأ لي، أنا بقدر ساعدك، أنا موجودة هون لأني ساعدك. نعم، مثل ما ذكرنا إذن هي عملية متكاملة ممكن تفيد الطفل من الأسرة من المدرسة من الأصدقاء، يعني لابد من متابعة الطفل في هذا السن والمرحلة الحرجة. طبعا موضوع كتير مهم علا، وكتير فادتنا أكيد الحديث معك والمشاهدين، وبدنا نتشكر وجودك معنا لليوم. شكرا لك، وإن شاء الله نلتقيك بحلقات تانية. شكرا كثير لكم. أهلا وسهلا. شكرا لك ويسعد صباحك. يسعد صباحك. مشاهدينا صار وقت نروح هلا بجولتنا المعتاده على اسواق وشوارع اللاذقية مع كاميرا الزميل ابراهيم ركاج، منتابع ومرجع.